الزويله، كيفاش تشوف هذه الرحله وشنو هما الخطوات تاعكم في هذه المواجهه؟ اكيد راح بعد الخساره تاع المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحلة تاع جنوب افريقيا مش جديدة علينا ومش غريبة على نادي وفاق سطيف. احنا الموسم الماضي برك مشينا لجنوب افريقيا وين درنا مقابلة في شهر رمضان الكريم ودرنا تعادل مع اورلاندو بيراتس. الموسم هذا ان شاء الله راح نمشيو لثاني الامازولو باش ان شاء الله لدربن، باش ان شاء الله العودة بنتيجة ايجابية يعني اللي ترضينا وترضي انصار تاعنا. وكما قلنا سابقا احنا نادي وفاق سطيف هو نادي تاع التحديات، كل مباريات نلعبوها من اجل العودة ب نتائج ايجابيه ان شاء الله. بالنسبه لنقولوا القضيه تاع التقنيه تاع المونديال بالنسبه لكم كعباره كفريق ما جاش في وقتها نقولوا اسكو نقولوا الاستبعاد تاع اللعب هذا ما راحش ياثر في المجموعه، اسكو تعاملتوا مع الناحيه النفسيه نعرفوا اللاعبين شويه؟ لا والله قضيه تاع اللعب اكرم جحنيضيه وكرايفي نسيان قضيه يعني فاتت. احنا اللاعب اكرم جحنيط هو لاعب لنادي وفاق سطيف، احنا تعاملنا معه زيه زي اي لاعب واحد اخر في نادي وفاق سطيف. كانت امور اللي استلزم عليها باش يمشي لجنه الانضباط، احنا اتخذنا الاجراءات اللازمه، الان هو يدرب مع رديف نادي وفاق سطيف. ان شاء الله لما العوده من دربن راح يمثل امام لجنه الانضباط، وان شاء الله العوده بقارب العجل الى الاكابر. اللاعب اكرم جحنيط هو لاعب يعني معروف بال قيمة ثابتة تاعو، نتمناو احنا يكون، لكن كاين خطوط حمراء يعني النادي فوق كل اعتبار فوق. لا اللاعبين بالطبع يعني يتقلقوا يعني ويتحيروا عليه، لكن الله غالب، هذه هي سنة الحياة وهذه هي كرة قدم وهذه هي الحياة. لازم انسان كي يغلط يستعرف باللي غلط ولما لا ان شاء الله يعود بقوة ان شاء الله. هشام نقولوا راني نشوف الفريق الفرنسي الازمه نقولوا وصلت انه ما ولاش يلقى نقولوا اول باش يتنقل، حتى نقولوا بعض الفرق يعاونوه باش يتنقل. شفنا شان الوزير اكد بايا قال لك عاوننا الفريق هذا باش راح. اسكو وصلت لدرجه انه ما كاش باش يريزيرفي هو؟ شوف بالنسبه لهذه النقطه بالذات احنا نادي وفاق سطيف نظمنا سفريات اخرى ومشينا ولعبنا وتنقلنا رغم الازمه الماليه الخانقه في نادي وفاق سطيف. لكن باش نوضحوا باش نعطيو كل ذي حق حقه، احنا اولا نشكر السيد معالي وزير الشباب والرياضه على التدخل تاعو في هذه النقطه يعني، وكان يعني الوقفه تاعو. نشكر رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم السيد شرف الدين عمارة ثاني الوقفه تاعو في اللي ما خلاوش نادي وفاق سطيف. اما بالنسبه لشباب بالوزداد احنا نظن انه احنا اتصلنا بهم من قبل واتفقنا على طائره مع بعض، لكن من بعد هما لظروف هما اللي تعنيهم يوم قبل السفريه يبعث لك يقول لك بلي ما نقدروش نمشي مع بعضنا ولازم نديروا حل. احنا اتصلنا بالهيئه يعني العليا تاعنا، اتصلنا بالاتحاد الجزائري لكره القدم وبوزاره الشباب والرياضه وهما يعني اللي لقاو لنا الحل هذا. احنا كنا لما كنا متفقين نمشيو معاهم كنا راح نسلكوا الطائره مع بعض يعني نقسموها، لكن من بعد احنا حطونا في ورطه يوم قبل المباراه، مين راح تجيب بلون فول، مين راح تكري طائره خاصه، مين راح، حاجه صعيبه بزاف. اتصلنا بالهيئات العليا تاعنا ونشكرهم ونشكر مجمع مدار هو يعني اللي تكفل بالسفريه تاعنا، احنا ما تكفلتش بينا شباب الوزدات، ونشكر شباب الوزدات ثاني يعني لعدش حبوا يتبنوها. حتى سوناطرا راهي تمول في فرق كبيره، ماهيش مولوديه الجزائر تقول احنا اللي مولنا الفرق هذيك الاخرى، سوناطرا اللي مولت. سؤال اخير برك نقولوا رانا نشوفوا استفاده معظم الانديه من الداشنه، شباب القبائل في المشاركات راح يدعموها، وفاق سطيف لحد الان مازال ما كانش تشارك. نحن ننتظر دائما، طالبنا ولازلنا نطالب، وصلنا وطرقنا كل الابواب وننتظر في الردود. احنا لما تشوف الوقفه تاع السيد معالي وزير الشباب والرياضه يعني معنا في النادي هذا، تعرف باللي السلطات راهي تخمم على حلول، وننتظر في الحلول هذو يعني ان شاء الله في اقرب الاجل. كثير اعبوا عليكم انكم نقولوا بينتوا العقد تاع جحنيط والصحافه، كاين بزاف اللي انتقدتكم ربما، اسكو كانت هذه هي الوسيله الوحيده؟ لا نحن لم نبين العقد تاع جحنيط، راكم غالطين يعني، ما كانش واحد ينعت العقد تاع جحنيط. احنا بينا كم تقاضى جحنيط، لانه احنا كان هذاك البيان باش نردوا عليه هو، لانه يوم قبلها صرح وقال احنا في العامين هذه الوضعيه كارثيه ولم ناخذ اموالنا ورانا نسالوا 14 شهر. احنا بينا باللي ما في العامين هذه اخذ اموال، دوك هي اموال كبيره وصغيره. باش نزيدوا نوضحوا نقطه، كاين ناس ما على بالهاش تقول لك علاش انتم اللي مديتوا له العقد بهذيك القيمه ومن بعد تقولوا هو ادى بزاف اموال. احنا لما جينا لقينا عنده العقد هذا اكزيستي تسمى، ومن قبلنا كان مسني على العقد هذا تاعو، تسمى احنا الله غالب لازم تمشي في ذاك العقد.
وما شهرناش العقد تاعو، واحد ما شاف قداش يخلص اكرم جحنيط. حنا نعتنا واش تقاضى في المده اللي قال ما تقاضيناش فيها الاموال، هذا ما كان. بارك الله فيك يا شيخ.